نظام حزب العدالة والتنمية عاجز عن حل الأزمة الاقتصادية في نظر الأتراك بعد وصول التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية، وذلك بحسب استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة جايز جي شمل شريحة واسعة من المواطنين. وبحسب المؤسسة المحلية فإن 76% ممن شملهم الاستطلاع أكدوا أن النظام الحالي لا يمكنه إصلاح اقتصاد البلاد، لافتة إلى أن المواطنين بدأوا في الاستماع إلى المعارضة في خطاباتها لحل الأزمة الاقتصادية التي تعتبر من أبرز المشاكل في البلاد. كما أشارت المؤسسة إلى أن عدد العائلات التي تعيش على المساعدات الاجتماعية ارتفع لأربعة أضعاف، بينما وصل معدل التضخم في البلاد لنحو 79%، واقترب سعر صرف الدولار من 18 ليرة. هبوط الليرة رجح بنك سوسيتي جينيرال الفرنسي في تقريره الأسبوعي أن يصل إلى 22 ليرة مقابل الدولار بحلول نهاية العام الجاري، ما سيؤدي ذلك إلى زيادة في الخسائر. التقرير نقل عن خبراء استراتيجي في البنك أن المزيد من المشاكل تنتظر الليرة التركية على المدى القصير، حيث تم تداول الليرة يوم الثلاثاء عند مستوى 17 ليرة فاصل 51 للدولار الواحد. يذكر أن الليرة التركية فقدت 44 من قيمتها العام الماضي بسبب تدخل رئيس النظام رجب أردوغان في السياسة المالية وإصراره على خفض سعر الفائدة على الرغم من الضغوط التضخمية القوية.